الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، أيها الحفل الكريم، أمهاتنا الفاضلات، آباءنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم اللجنة العلمية وجميع موظفي مستشفى المركز الطبي الدولي بجدة، يسرني أن أرحب بكم في أمسية ثقافية بعنوان ست الحبائب أسرار وفوائد الرضاعة الطبيعية. وخير ما نستهل به حفلنا الكريم تلاوة عطرة من كتاب الله يلقيها على مسامعنا الشيخ محمد الغزالي من قسم الشؤون الدينية بالمركز الطبي الدولي. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا أرضعيه، شرابا سائغا لا ريب فيه، حليب الأم يا أختاه نبع سماوي فلا تستبدليه، غذاء كامل الأركان خال من الأدران وطفلك يرتضيه، يناسبه على مر الليالي ويمده بأجسام تقيه، ويغرس فيه حبا وأمانا لصدر كان يوما يحتويه. والآن مع كلمة الدكتور محمد زهد الإمام، استشاري أمراض التنفس عند الأطفال، رئيس قسم الأطفال بمستشفى المركز الطبي الدولي.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم جميعا في المركز الطبي الدولي، وأرحب بكم في هذه الأمسية التي أتمنى من الله تعالى أن تكون أن تعم عليكم بالفائدة والنفع بإذن الله تعالى. المركز الطبي الدولي عمره الآن تقريبا حوالي 5 سنوات، حرص منذ بدايته على أن يكون نبراسا في هذا البلد الطيب، ليقدم العناية الطبية والعناية الاجتماعية، وليكون نبراسا في العناية الشمولية التي تشمل العقل والجسد والروح. وقد حرصت إدارة هذا المستشفى منذ بدايتها، وحرص مؤسسوها على الاهتمام بموضوع الرضاعة الطبيعية، ولذلك كان هناك اهتمام بأن تكون أن يكون المشفى المركز الطبي الدولي من أوائل المشافي التي تحرص على أن تكون مشفى صديقا للطفل. لن أطيل عليكم لأن برنامجنا طويل، ولأن هناك كثيرا من المتكلمين والمتحدثين الذين سيحدثونكم عن مختلف المواضيع المتعلقة بالرضاعة الطبية. هذا البرنامج هو برنامج ساهم فيه كثير من المراكز والأقسام في هذا المشفى، ولذلك سيكون هناك عدة محاضرات، وهذه المحاضرات ستشمل على الرضاعة الطبيعية في الإسلام لأستاذنا الدكتور محمد علي البار، هو خبير المجامع الفقهية، سيكلمنا عن الرضاعة الطبيعية في الإسلام. يتلو ذلك الدكتورة سلمى البغدادي، ستتحدث لنا عن فائدة الرضاعة الطبيعية على الأم. وبعد ذلك نتكلم عن الرضاعة الطبيعية وأثرها في نمو الطفل، والفارق بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية. وثم الدكتورة وفاء خضرة ستكلمنا عن التغذية للأم الحامل والمرضعة وأثر الغذاء على إدرار الحليب. وبعد ذلك ستتحدث إلينا أخصائيتا الرضاعة الطبيعية عن بعض المعتقدات الخاطئة لدى بعض الناس كبيرهم وصغيرهم. وأخيرا ستحدثنا الأخت نبيلة فوزي، وهي مديرة الخدمة الاجتماعية في المركز، عن أثر الأسرة ودعم الأسرة للأم في الرضاعة الطبيعية. المتحدثون سيتكلمون حوالي 10 دقائق لكل محاضرة، لكي نعطي مجالا أكثر بعد المحاضرات لكم للسؤال، فكثير منكم عنده أسئلة كثيرة يريد أن يطرحها على المجموعة أو يريد أن يطرحها على بعض الأخصائيين. ولذلك بعد هذه الساعة سيكون هناك جلسات مفتوحة على هذه الطاولات التي ترونها أمامكم، فيعطى لكم المجال أن تتحدثوا مباشرة مع المقدمين. فأرجو من الله تعالى أن يكون هذه الأمسية تكون لها فائدة لكم، وأرجو أن تتفضلوا باستماع إلى الأخت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الولد في بطن أمه إلى أن قال: وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه، أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه. وهذا ما وصل إليه العلم الحديث بعد قرون، فإن دين الإسلام الحنيف قد حث على الرضاعة الطبيعية، وجعلها من الفضائل الحميدة التي تؤجر عليها الأم في حال القيام بها. فلنتعرف أكثر عن الرضاعة الطبيعية في الإسلام مع دكتور محمد علي البار، خبير في المجامع الفقهية، مدير مركز الأخلاقيات الطب بالمركز الطبي الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، الصلاة هذا الفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. الإسلام اهتم اهتماما كبيرا جدا بموضوع الرضاعة، وله أحكام كثيرة جدا. وهذه الآية الشاملة العجيبة
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون بصير. هذه آية شاملة لموضوع الرضاعة في أثناء قيام الزوجية، وفي أثناء الانفصال والطلاق، وفي أثناء وفاة الزوج، من الذي ينفق على هذا الطفل، وفيها أحكام كثيرة حقيقة. الفقهاء توسعوا في ذلك توسعا كبيرا، لكن خلونا نأخذ الأشياء الإجمالية والأساسية العامة. لم تعرف البشرية عموما تغذية للأطفال مواليد سوى الرضاعة. طبعا كلمة الطبيعية هي إضافة، وإلا الرضاعة لا تطلق إلا عندما تكون طبيعية، يعني رضعة من الثدي، رضعة مباشرة، هذه هي الرضاعة. ولم تستخدم القارورة إلا في القرن العشرين، وخاصة في الحرب العالمية الثانية، عندما استدعى المجهود الحربي إخراج النساء إلى سوق العمل، وازداد خروج المرأة من بيتها لدواعي العمل في الخمسينات في البلاد الغربية، مما أدى إلى إهمال الرضاعة. طبعا استغلت ذلك شركات تصنيع الألبان البشرية، والشركات طبعا تكسب آلاف الملايين، آلاف الملايين بتكسبها سنويا. وأوهموا الأمهات أنهم محتاجات لهذه الرضاعة، لهذه الألبان المصنعة، سهلة، ممتازة، مفيدة، تغذية كاملة فيها، فيتامينات إلى آخره. انحصرت طبعا الرضاعة الأول في الغرب، وكما هو معتاد بعد فترة من الزمن 20-30 سنة تنتقل هذه العادات الموجودة في المجتمعات الغربية إلى المجتمعات كلها، بما فيها طبعا المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد أن تتعلم المرأة. الغريب أنه من بداية السبعينات في القرن العشرين، يعني من حوالي 40 سنة، ازداد الوعي في الغرب بأهمية الرضاعة نتيجة الأبحاث المتعددة التي أثبتت فوائد الرضاعة وأضرار الألبان المجففة التي تصنعها هذه الشركات الكذابة المجرمة القاتلة. أنا أتلفظ بألفاظ ممكن يرفعوا علي قضية، لكن أنا مستعد لهذه القضايا، لأن قضايا حقيقية قاتلة، وبالتالي يقتلون عشرات الملايين من الأطفال في أفريقيا وفي العالم. وليس قولي هذا، ولكنه قول منظمة الصحة العالمية، المجلات العلمية الطبية. استغلت طبعا شركات الألبان للأطفال جهل المجتمعات، وخاصة عندنا تقوم بحملات قوية جدا، وفي كل المستشفيات، مستشفيات الولادة. يعني أنا فوجئت حقيقة بأن أعرف أن كل مستشفيات الولادة في المملكة هنا تقوم، كانوا الأطباء يمنعوا الأم من أن ترضع طفلها بعد الولادة، وهو موقف غريب جدا. ولا لا، خليها ترتاح، بنديها على طول، القارورة موجودة والطفل يكون في الحضانة وارتاح. أنت لازم ترتاح 12 ساعة، ترتاح 24 ساعة من تعب الولادة، وهذا عمل خاطئ وعمل إجرامي في نفس الوقت. عمل خاطئ طبيا وعلميا، وعمل إجرامي، لأنه يتعود الطفل على هذه الرضاعة وتصعب على الأم. ستتحدث يعني بعض الإخوات بعدي عن فوائد اللبا، يعني كلوستروم، هذا المهم جدا الذي يفرز في بعد الولادة مباشرة، وأهميته القصوى، له كلام طويل جدا جدا، ممكن يكون فيه محاضرات كاملة في هذا الباب. فطبعا يبتدي الطفل الولادة، الطفل أسهل له أن يرضع من القارورة، لأن الفتحة أوسع، بينزل على طول مباشرة، الأم بترتاح من الرضاعة.
وبيتعود الطفل على ذلك، ويعطى عند خروجه من المستشفى مجموعة من الألبان المجففة هدية من المستشفى، هدية قاتلة من المستشفى حتى يستمر في هذا. طبعا بتنتهي الهدية هذه في خلال 3-4 أيام، وبيضطروا يشتروا ذلك، وتبتدي الشركة تبتز هذه الأمم، تبتز هذه الأمم وتؤدي إلى قتل أعداد كبيرة جدا من الأمهات. أنا لن أتحدث عن اللبن لأنه في محاضرة كاملة عن هذا الموضوع. تقول منظمة الصحة العالمية أنه في وفاة 10 ملايين طفل في العالم الثالث نتيجة الإنتانات والإسهال وأمراض الجهاز الهضمي، وأغلب هذه الوفيات ناتجة عن تغذية الأطفال الرضع بالقارورة، حيث لا يتم التعقيم كما يجب، وحيث يحرم الأطفال من المواد المناعية الموجودة في لبن الأم وخاصة اللبن. هذه منظمة الصحة العالمية من بدري، هي 1981 كتبوا هذا الكلام. تقوم الأمهات في العالم الثالث الفقير بتخفيف الألبان المجففة بالماء، مما يسبب إصابة أكثر من 9 ملايين طفل بنقص شديد في التغذية، وهذا بدوره يؤدي إلى العديد من الأمراض والوفيات كما تقول أيضا منظمة الصحة العالمية. أنا ما أتي بشيء من عندي. قررت منظمة
لا هذا التعليم، هذا تعليم ولا تجهيل؟ نظام تعليمي فاسد لا يصلح ابدا ابدا الا ان يرمى في الزباله. اذا كانت نتيجته المراه الجاهله ترضع حوالي سنتين، والمراه خريجه الجامعه ترضع 3 اشهر. هذه صحيحه في التعليم، وصحيحه في وزاره الصحه، وصحيحه ساجد هنا كانت المرضع، المرأة المرضع، ولها المرضع لها من أهمية الرضاعة جعلها أما. الأم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كل الصلات القوية التي تحدث من النسب تحدث في الرضاعة أيضا، وهذا يدلل على قيمة الرضاعة في الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الرضاعة أسرار؟ نعم، الرضاعة سر من أسرار الخالق عز وجل، فلنكتشف معا أسرارها مع دكتورة سلمى بغدادي، استشارية الطب وأمراض النساء والولادة بالمركز الطبي الدولي، بعنوان أسرار الرضاعة الطبيعية وفوائدها للأم المرضع. السلام عليكم جميعا. في من مرضاي عارفيني، واللي ما هم عارفيني أنا دكتورة سلمى بغدادي، طبيبة نساء ولادة. أول ما قالوا لي أقدم محاضرة عن الرضاعة الطبيعية جاء في بالي إنه إيش حقول للناس عن الرضاعة الطبيعية؟ طب كل الستات عارفين عن الرضاعة الطبيعية وكلهم عارفين إنها مهمة، أنا إيش حضيف؟ لقيت إنه كلنا عارفين عنها بس إحنا غير ملتزمين. زي ما تفضل الدكتور البار، يعني إحنا ديننا بيحثنا على الرضاعة، وبالرغم من كده ما بنرضع. في الوقت اللي الدول الغربية عندهم هدف، يعني في عام 2010 قالوا إنه لازم 75% من السيدات يكونوا رضعوا أولادهم، لقوا إنه ما حصلوا على ده الهدف، لقوا 50% فقط. جوا على 2011 قالوا نحقق ده الهدف وعملوه، فبالتالي إحنا أولى لأنه اتباع لديننا. فأول ما أبدأ لازم نعرف كلنا إيش يعني أقصد بالرضاعة الطبيعية. أوكي، الرضاعة الطبيعية المطلقة هي عدم إعطاء الطفل حديث الولادة أي غذاء أو سوائل سوى لبن الثدي حتى 6 أشهر من العمر. وهنا يبين لي سهالة الدين والقرآن لمن الآية قالت لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني ربنا قال سنتين بس لمن أراد أن يتم الرضاعة، طب معلش نكملها 6 شهور. ليه نكملها 6 شهور وليه أصلا نرضع؟ عشان ليها فوائد. إيش الفوائد دي؟ أول شيء الارتباط النفسي والعاطفي بين الأم وطفلها أثناء الرضاعة من أهم العوامل لاستقرار الأم والطفل نفسيا، ويعطي شعورا للأم بالرضاعة عن نفسها لأنها تحافظ على صحة الطفل ونموه. يعني الأم اللي بترضع طفلها نلاقي دايما طفلها جنبها معاها قريب منها. تاني شيء إنه هي مطمنة إنه ما في أي شيء بيتاخذ من الخارج، معناته إنه حتى لا قدر الله حصل افتراضا أصاب الطفل ده مرض، ما حتلوم نفسها تقول أنا إيش سويت، كثيرة اتعملت أكدت أنه الرضاعة بتقلل نسبة الإصابة بسرطان الثدي. والمعلومة المهمة جدا 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 أنه حليب الأم
ميزته من المصدر إلى المستهلك، من الأم إلى الطفل. يعني ما حتحتاج تعبي نفسها وتحضر نفسها وتستخدم معقمات وتسخن الحليب، سبحان الله خارج من الأم معقم وجاهز بدرجة الحرارة المناسبة للطفل ودايركتلي، وما تحتاج تروحي مكان عشان تشتري. فهذه ميزة وفرها لينا الله، فأعتقد أنه لازم نستخدمها. لكن الجملة دائما الستات اللي بيقولها إيش، أول ما تقولي لها رضعي تقول أنت ما تحسين بي، ما أنتوا عارفين إيش اللي بيصير لي، أنا تعبانة، أنا ما أقدر، أنا ما عندي حليب. طيب فهنا نقسم السيدات إلى اثنين، ناس ما تقدر تبدأ أصلا ترضع، وناس تبدأ الرضاعة وتوقف. فإيش الأسباب؟ معيقات البدء في الرضاعة الطبيعية، العمر أقل من 20 سنة أو أكبر من 30 سنة. السيدة اللي عمرها أقل من 20 سنة دائما إحساسها إنه هي ضعيفة البنية، ما تقدر توفر الكمية المناسبة للبيبي. أما اللي عمرها أكثر من 30 سنة، يا ما تكون مشغولة مع الأطفال السابقين، يا تكون في عمل أو إنها تعطي الأطفال السابقين رضاعة صناعية، فتقول خلاص زيهم زي الطفل الجديد. ولا الطفل الحديث أشياء الطفل الخدين، الطفل هذا يتولد قبل موعده قبل 9 شهور، فهذول الأطفال دائما يكونوا معرضين إنهم يكونوا في الحضانة، في الحضانة في العناية المركزة لهم. وعندنا معتقد غريب في المجتمع، دائما لما الطفل ده بيتولد بيكون حجمه صغير، أي طفل في مجتمعنا حجمه صغير هم يشتكون لازم يعتم كثير ونديله كثير عشان يكبر حجمه. فتقول أنا حديله من الحليب يعني أعطيله من الرضاعة الطبيعية وعشان أزيد حجمه كمان خليني أديله حليب صناعي، وهو معلومة خاطئة. حليب الكفاية معلومة تقول إنه الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية مكملين لبعض. لا، التدخين طبعا التدخين من أصل عادة سيئة لا يحتاج لازم توقف فيه، لكن الست اللي تقول أنا بدخن فحرام أرضع بالبيبي حقي، طبعا أنت وقفي التدخين ورضع البيبي وتوقفي رضاعة البيبي عشان تدخن. وسيدات العاملات غالبا تشيل هم إنه تعمل خلال وتوقف في العمل وفي حلول حنتكلم عنها. الحمل غير مرغوب فيه، تجي السيدة تقول لي تبيني أرضع وأنا أصلا حملت على حبوب ولا على الأولاد، أنا ما في، أنا ما كنت أمرض. أرد عليها أقول لها معلش بس الطفل ده ما بيقدر، لازم نرضعه. في تغيرات نفسية قد تحدث بعد الولادة، خصوصا في أول 4 أيام أول أسبوعين ميلاد الست، ممكن يجيها ما يسموه اكتئاب ما بعد الولادة، اللي هي إحساسها بالمسؤولية شوية كبيرة عليها، إنه هي ما حتقدر تعطي البيبي هي المفروض تعطيه هو. وبرضه الكلام ده لكم غير صحيح ما نتكلم عنه. وجود الطفل في العناية المركزة كما ذكرت لكم، يكون الطفل في درجة احتياج العناية المركزة أو يكون أطول في التاسع، بس إنه أحتاج لمرض أو عارض بسيط إنه يفتح في العناية المركزة، وهذا ما يمنع إنه إحنا نديله من الرضاعة الطبيعية. عدم رضاعة الأطفال السابقين، في أمهات عندهم أطفال 2-3 منهم أول مرة ما رضعتهم، جات على الطفل ده ورحنا لها قلنا لها طب رضعي البيبي حقك، انا رضعت الاولانيين وكويسين وصحتهم كويسه. قلنا لها معلش اذا غلطنا في الاول نحسن بعد كده، فنعطي الرضاعه الطبيعيه. واخيرا طبعا عدم الوعي الكامل بأهمية الرضاعه، بحيث انه احنا ما نسالهم خبراء ما نطلع. فهنا تكلمت عن الاعطاءات اللي تمنع الست من انها تبدا الرضاعه. اما بالنسبه للست اللي بدات الرضاعه لكن ما قدرت تكمل او وقفت في النص، في اسباب كثيره. اولا احساس الام بانها غير قادره على اعطاء طفلها كميه كافيه من الحليب، يعني دائما تقول لي انا برضع البيبي حقي بس بيبكي، واحس انه ما مكتفي، مو انت ذكيه انه انت تقدر تسالي خاصيه الرضاعه، يقول لي انا ماني قادره اعرف البيبي بياخذ الكميه الكافيه مني ولا لا، يمكن في شيء غلط في اسلوب التنفيذ في رضاعه الطفل، الوقت كالكميه. ف مجرد الإحساس ما هو سبب إنك أنت توقفي الرضاعة، العودة المبكرة إلى العمل، أرجع وأقول إنه أنت بدأت الرضاعة في أشياء كثيرة نقدر نعملها وإحنا في العمل، كان وإحنا نجمع الحليب ونخبيه بطريقة معينة، نحطه في الثلاجة، نحطه في الفريزر، كل السبل موجودة. اعتقاد الأم بأن طفلها غير قادر على الرضاعة يفرقها، برضه رجعنا لشيء التنجان، أنا بحطه على صدري بس ما بيرضع. طب يمكن أنت بتحطي بطريقة خاطئة، يمكن ما نام كفاية وحاولت تحطيه على صدرك، نام ثاني ما قدر يرضع. نتخيل الأوقات ونشوف الطريقة اللي بنرضع فيها طفلنا. اعتقاد الأم أن طفلها يفضل الحليب الصناعي على الرضاعة الطبيعية، طبعا هذا كلام غير صحيح، لأنه فكرة احنا مجبولين عليها كلنا، في حد في الدنيا يفضل الشيء الصناعي على الشيء الطبيعي؟ حتى طفلك ثاني يمكن تفكير انه ما يفهم، لا طبعا يفضل الطبيعي على الصناعي. وطبعا مشاكل تتعلق بالثدي حنتكلم عنها، من حاله من احتقان من التهابات. ايش الحل؟ الجملة اللي تنقال حترضعي يعني حترضعي، عشان كده في حلول.
الحمل أو الحضور لدورات عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها زي اللي إحنا فيه دحين، المتابعة مع إخصائيات الرضاعة حيتكلموا معانا، الاستفادة والاستفادة من دون الخبرة، لا تبغوا مع الناس اللي ما تتوقع، يعني أبغي مع اللي بتوقع مع وانت بتسأليها، روح الإخصائيات الرضاعة يعني استفيد من الناس اللي في خبرة في الرضاعة مو الناس اللي ما عندهم خبرة. القراءة هذا طلب مطلوب من الناس كلها، لا تدخلوا على المواقع الانترنت اللي هي تضرب محمد مصدر وحوارة وفاطمة وخديجة وست البنات ومشاهدية، لأنه ما فيها معلومات عنها اللي فيها أن الست بتديك خبرتها، بتقول لك إنه أنا ما رضعت ما هو البيت حد كويس، أنا الدكتور قال لي لا ترضعي عشان شايفه يعني، طب يمكن هي عندها مرض معين وبتستخدم أدوية معينة ما تقدر ترضع على أساسها، يمكن هي عندها مشكلة في الثدي أو التهاب حاد معطي ما تقدر ترضع بسببه، فبالتالي مكان المكان اللي نترك منه. والأهم من ذا كله إيش؟ القرار يكون جهد، لا أحد يقدر يقول لك تربي أو ما تربي، أنت اللي تتفقوا هربع البيبي حقنا ولا لا، وإيش هو الجو المناسب اللي حيساعدنا على كده. فكيف تستعد لي للرضاعة؟ أستعد كيف أستعد وجهز نفسي؟ واحد، ذكي في قدرتك على الرضاعة الطبيعية، كل اللي قبلي رضعه ليش أنت ما حتوقعي؟ ما في ست ما تقدر ترضع، استعيني بدون الخبرة زي ما قلنا أخصائيات الرضاعة طبيعتك، أخبري طبيبتك يعني لما تروحي دكتورة نسام ولا لا تقولي لها دكتورة أنا ما أبغى أولد أبغاكي أول ما تطلعي البيبي حطيها على صدري طيب وأبغى أرضعه أول ما يطلع وبعد كده تودوا ويغيروا له ويجهزوا ويرجعوا له مرة ثانية على الغرفة افترض أن الدكتورة نسيت تحطه على بطنك أول ما طلعته طلعت الدكتورة أطفال طيب لا تزعلي من الدكتورة وتشتكيها على طول لا روحي واستني في غرفتك بعد ساعتين واتصلي عليهم وجيبوا لي البيبي في الغرفه ورضعيه، هذه اول علاقه حتكون بينك وبين طفلك. خلال الحمل طبعا تبدأي تعملي مزاج للبيبي خاصه في الاسابيع الست الاخيره من الحمل، بعد كده ابدأي في تجهيز مكان مناسب للرضاعه في البيت، يعني شوفي الغرفه اللي حترضعي فيها البيبي، حاولي تكون فيها كرسي مناسب ليكي، حاولي تكون الطول مناسب، درجه الحراره مناسبه، هذه كلها اصلا حتحفزك على انك ترضعي البيبي. وفي نهاية الحمل من بعد الأسبوع 36 اشتري حاملة الصدر اللي تساعد على الرضاعة، لأنه بعد الأسبوع 36 حيحصل تغيرات كبيرة في حجم القلبي. وأنت بتقضي بالحمل لا تشتري رضاعة صناعية من باب ايش؟ خلينا نشتري احتياط غلط. إذا الرضاعة عفوا إذا الرضاعة قاعدة في بيتي معناته حيجي وقت وحاخذها وحستخدمها وأنا بطفش وأعمل. وزي فرصة تنجح الرضاعة يعني زي ما قلت بتربي طفلك بعد الولادة مباشرة ومرفقة معك أغلب الوقت في الغرفة، أطلبي من الممرضة بعض الإعطاء والحليب الفعالجي، لا تستخدمي اللحاية، اللحاية دائما مشكلتها إنه يستسهل الطفل وهو يعمل يتعب ويحاول ياخذ الحليب من صدره وما الطفل أقوى عضلة عنده عضلة الفك، فلما يتعود على صدرك خلاص خليك إنك كده كده تعود على الرضاعة هي اللي بتودي الطفل الحليب فعمره ما حيرجع لك مرة ثانية. خلصنا الكلام ده كله وقلنا ايش هو الرضاعة وقلنا ايش فايدة الرضاعة طيب وقلنا ايش فايدة الرضاعة وقلنا كمان المحيطة، فبعد الكلام ده كله انا اتوقعكم حتردوا فحتقولوني عشان المشاكل اللي ممكن تواجهكم، طبعا في مشاكل تواجه الست خلال الرضاعة انا حمر عليها سريع عشان الوقت توصل بي. طيب اول شيء الالم اللي ممكن تحصل خلال الرضاعة غالبا يكون سبب احتقان جمع الحليب بقروح الحلمة التهاب الثدي التقيح أو الصدر، فايش هو احتقان الثدي؟ احتقان الثدي عندك انت لما بترضعي البيبي باستمرار يعني مثلا ممكن 3 ساعات من 4 ساعات او عندك بترضعي بس ما تديني الكمية الكافية فيقدر يجمع الحليب في صدرك، فالست تجي تشتكي يقول لي عندي حرارة وصلابة وتصارع عندنا في الثدي، والجملة بالعامة دائما الست تشتكي تقول عندي تحلل في الثدي. طيب صدرنا ايش الحلول؟ الحلول واحد رضع الطفل بانتظام كل 3 ساعات أرجع وأقول لها كمان بنبعي بكمية كافية، أستخدم مسكنات الألم اللي حسيتي بالألم، أستخدم الكمادات الباردة، في موضوع دائما يطلب على الستات الكمادات الباردة والكمادات الحارة، الكمادات الباردة تخفف الألم، الكمادات الحارة تزيد تدفق الحليب، فإذا أنت عندك احتقان واستخدمت كمادات حارة حتزيد تجمع الحليب على الحليب المتجمع فممكن تتعلمي أكثر. بعد كده الطروحات الثدي، الطروحات الثدي تجي كثير من الستات تقول عندي الموت او تشققات في حلمة الثدي او المنطقة الداخلية المحيطة بها، وهذه سببها عادة ان انت بتحطي البيبي بطريقة غلط فيستنى البيبي يحاول يمسك المكان ويعمل اللي بيروح فيه، فانت ايش تسوي؟ تسوي اخصائية الرضاعة تقول لها علميني بالضبط كيف احط البيبي وكيف نفس كل البيبي يكون حوالين المنطقة الداخلية واستخدمي كريمات لمنطقة
حضرتك عشان لا تزيد هذه النسبة حقيقة الآن حقيقة. عند الطفل الثاني أثناء الرضاعة هذه واحد حيكون من الطفل قد عمره 6 شهور يكون عنده أسنان الذي ممكن يعض الأم وهي بتطلع سبحان الله الطفل يموت فعلى طول شيء يحطيه بالبيتين بعيد وبعدين يرجع يحطيه على صدرك الراتبين العملية حيعرف الطفل أنه الألعاب حينظف عن الرضاعة فيتعود بعد كده يوقف. التهاب الثدي، التهاب الثدي اللي هو عبارة عن التهاب في أنسجة الثدي تتميز بحدوث احمرار وألم في منطقة محدودة من الثدي يصاحبها شعور عام بالإرهاق والتعب وارتفاع درجة الحرارة وعادة تبدأ من اليوم الثالث إلى اليوم إلى بعد كده من الولادة وتكون فيها حرارة بسيطة هي 38 وتختفي بعد 12 ساعة و 24 ساعة تسألوني ليش الفرق بين الاحتقان والالتهاب. الاحتقان يكون الصدفة يعني النفس الثدي متحجر ويكون ممكن حتى جلده يكون متحجر يلمع لكن الالتهاب يكون فيه احمرار في نفس الثدي وعندك وهن عام تعب عام أو يكون عندك اللي هو ارتفاع في درجة الحرارة وعلاجه إنك أنت أصلا من البداية تمنع الاحتقان. طيب بنفس الوسائل مسكنات الألم إنك أنت تربي عندك بانتظام مجمع الحليب في الصدر وأحيانا يعطي مضادات حيوية. السؤال اللي تسأل كل الستات إكمال الرضاعة ولا كم الرضاعة لو الطفلة هتكمل الرضاعة طبعا التهاب الثدي ما يمنع الست من إنها تكمل الرضاعة. التهاب الثدي أحد القيح والقيح ما حنتكلم عنه. عرفت الطفل أحد الثدين إذا طفلك يبغى يرضع من ثدي واحد أنا ما عندي مشكلة بس يفضل دائما إذا ابني يبغى يرضع من اليمين أبدأ باليسار ليش أبدأ باليسار أبدأ بالثدي اللي هو ما يحبه عشان يحاول فيه فشلت اني تخليه يرضع من الثدي اللي ما يحبه احطيه ثاني على اليمين. المعلومه اللي لازم تعرفيها مو معناته انه يرضع من ثدي واحد انه الكميه قليله لا بالعكس كل ما يرضع اكثر حتى لو من ثدي واحد حيقدر الحليب اكثر. والثدي الثاني استخدمي اللي هو المضخات عشان تخرجي الحليب منه. اخر حاجه وهي لازم تلاقينا طيب في حالات الثدي ممكن تكون الحلمه مسطحه والحلمه الظاهره والمراد الحلمه احيانا نقدر نساعد الست فيها عشان يعني تعالجها انه تستخدم كريمات مرطبه خلال الحيض تعمل مساج وان شاء الله باذن الله حيتحسن الوضع. الفرصة ليس قدامك لا تفوتيها. ربي يكرمكم البيبي وحتنبسطوا ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم. طبعا سيكون لي الوقت اكثر للمناقشه مع الدكتوره بعد نهايه المحاضرات ان شاء الله. ما هي علاقة الرضاعة الطبيعية وأهميتها بالنسبة للطفل؟ تجيبنا عليها دكتورة أسماء عبد المعز استشارية مشاركة في طب الأطفال وحديثي الولادة بالمركز الطبي الدولي بمحاضرة بعنوان الرضاعة الطبيعية ونمو الطفل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد دكتورة أسماء مصطفى عبد المعز الشيء مشارك في مركز الطب الدولي مركز الشخص للأطفال يتكلم من الأربعة عن أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل. فحبيت أتكلم عن أسئلة سؤال متكرر كثير اللي بيسألوني الأمهات وهو إن أنا بعد الولادة أنا أتعب أنا مش هقدر أرضع في الساعات الأولى بعد الولادة يعني فعلا كل الطفل مرهقة وعندها انقطاع خاطئ بين الحليب اللي عندها اللي هو احنا بنسميه الرضاع هو حليب قليل غير مشبع فدايما بيسألوني إن لازم نرفع الطفل الحليب الصناعي في الوحدة عندنا في الحضانة لغاية ما هي تشد حيلة تبتدي تقدر ترفع الطفل. فأبدأ بالآية الكريمة اللي تليق عليكم تزمر المرضى والوالدات ويربان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإحنا هنا الحدث اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة هو تشجيع الأمهات وتبيين نوع أهمية الرضاعة الطبيعية وخصوصا في الساعات الأولى بعد الولادة وأهمية الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة 6 شهور وإتمام الرضاعة لمدة عامين. الرضاعة الطبيعية الحرص على الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة 6 شهور كاملة بتقلل من حدوث الوفيات في العام الواحد بمقدار مليون وفاة في العام. البداية السليمة للرضاعة الطبيعية تبدأ من رضاعة الطفل خلال الساعة الأولى من الولادة مع أهمية ملامسة الطفل لجلد الأم.
يعني مباشرة ومساعدة الأم على تأمين الوضع الصحيح للطفل أثناء الرضاعة. لما تكون البداية سليمة بتكون مشجع للأم ومشجع لما كمان تصطف حواليها وتساعدها وتعزمها لبداية الرضاعة الطبيعية. أهمية الرضاعة الطبيعية في الساعات الأولى من الولادة، وإيه هي أهمية ملامسة الطفل لجلد أمه، وإيه هي أهمية تأمين الوضع الصحيح للطفل أثناء الرضاعة. هنا جزء يعني هنا بس مجرد بيان أهمية الأسئلة الإجابة على هذه الأسئلة، أهمية ملامسة الطفل لجلد أمه، ونسميه إحنا السكين تو سكين أتاشمنت، أول ما بيتولد الطفل بيتحط على صدر أمه حتى لو مش هيرضع، لأنه سبحان الله وجود الطفل ملامس لجلد أمه بيحافظ على جسم الطفل إنه لا يفقد حرارة الجسم، وخصوصا في الأطفال ناقصي الوزن وناقصي النمو زي ما احنا شايفين هنا في الصورة الموجودة هنا على الشاشة. هنا طفل ناقص النمو بنسميه خبيث، محطوط على جهاز التنفس الصناعي الأنفي، ومع ذلك في الوحدة عندنا بنشجع إنه الأم تحمله لفوائد الملامسة الجلدية للطفل. كمان ملامسة الطفل لجسد أمه يحافظ على إبقاء جسم الطفل هادئا، ويحافظ على تنظيم ضربات القلب وتنظيم عملية التنفس، وخصوصا الأطفال الذين يجدون صعوبة في عملية التنفس. كذلك يحتوي لبن الأم على عامل مهم ينمي نوعا من البكتيريا المفيدة لوقاية الطفل من الكثير من الأمراض. هذه النقطة مهمة جدا، لأن اللي يعتمد عليها شركات الرعاية، شركات حليب الأطفال، لمحاولتهم للوصول بالمنتج بتاعهم مقارنة بتكوين حليب الأم، وهو اللي بنسمع عنه دلوقتي اللي بيضيفوه في الحليب الصناعي، وهو البروبيوتيك أو اللي بيسمونه بيحافظ على يقص طفل من الالتهابات والانتنات، ولكن هيهات ما يصل إلى جودة الحليب الطبيعي. طيب عندي سؤال بسيط، هو السائل الذهبي أو هبة الحياة الممرة، الصمغة أو السرسوب أو الهبة أو الكوليسترا؟ الإجابة على كده هو كلهم، بس هما بلهجات مختلفة. الصمغة بالسورية واللبة بالسعودية، السرسوب بالمصرية، الكوليسترا بالإنجليزي. هو سبحان الله وصل النمو بيسموه دلوقتي السائل الذهبي لأهميته الشديدة واحتوائه على كثير من الفوائد. أول هذه الفوائد هو التطعيم الطبيعي والآمن للطفل، أو أول تطعيم بيحصل عليه الطفل بعد الولادة. كذلك وينشط جهاز المناعة الطفل، احتوائي على الأميوغلوبين A أو الأجسام المناعية جروب A. يحتوي حليب الربع على عوامل النمو أو بنسميها احنا growth factor، اللي بتساعد على نضج أمعاء الطفل، فيصبح حجم الحليب لديه أسهل وأكثر فعالية، كما يقلل من حدوث التحسس الغذائي أو الأدواء المرضية. ملاحظة أن جدار أمعاء الطفل، ودي ملاحظة مهمة بيعتمد عليها أخصائيين حساسية الأطفال، وتابع أبحاث كثيرة أجريت على الأطفال، أن جدار أمعاء الطفل الرضيع تكون رقيقة وتتحملها ثقوب، تسمح بتسرب المواد الغذائية الدخيلة المسببة للحساسية، والتي قد تكون موجودة أيضا في طعام الأم، وبينزل في الحليب الطبيعي بعدين، يعني في الأيام اللي بعد الثلاث أيام الأولى بعد اليوم الثالث، وبالتالي هذه المواد تسبب الحساسية لدى الطفل. ولكن سبحان الله من وظائف اللبع أو الكوليسترا هو يبطن جدار الأمعاء بطعنة تحمي الأمعاء وتمنع تسرب أي مواد دخيلة في الأيام المقبلة من حياة الطفل. فعشان كده احنا بنحرص على عدم إعطاء الطفل حتى ولو رضعة واحدة، بغض النظر عن أنه يتعود على الرضعة الصناعية أو أنه يحصل كونفيوجن أو التباس بين حلمة الرضاعة أو حلمة ثدي الأم.
يجيب الطفل على الكولوستوم في أول الساعات الأولى، والله بيحميه من حدوث الحساسية في مقتبل حياته. من فوائد الليبة أصلاً أيضاً هو حليب غني بفيتامين ألف ويحمي حدوث أمراض العيون. له قدرة عجيبة على تليين أمعاء الطفل، وبالتالي إفراز مادة العدة أو اللي هو الفراز الميكروني من الفراز الأسود اللي بينزل من الطفل في أعرف العيان الأولى من حياته، التي لو بقيت في أمعاء الطفل أضرت الطفل وسببة انسدادات في أمعائه ويساهم في فرق حدوث الصفار أو اللي بنسميه الجومبس. الليبة ينتج بكميات قليلة، ولكن هذه الكميات كافية لتغطية احتياجات المريض الغذائية. بس سهل سؤال كثير هو حليبي قليل يا دكتورة ومش هيشبع الطفل، أحب أطمن الأمهات إن ساعة معدة الطفل الرضيع في الأيام في الثلاث أيام الأولى تكون ساعة المعدة من 5-7 ملي، حيث تكون كمية الليبة مناسبة جدا لمعدة الطفل. ابتداء من اليوم الثالث إلى اليوم السابع تنمو المعدة لتسع 25-30 ملي، أي أن عدة قطعات صغيرة متكررة تفي بحاجة الطفل. بعد اليوم السابع من عمر الطفل تتسع معدة الطفل في الفقد من 45-60 ملي من الحليب، وسبحان الله هو ده تسلسل إدرار الحليب عند الأمهات في أول الأيام الأولى من بعد الولادة. بيكون كمية الحليب قليلة، وهو الليبة تكون عبارة عن عدة قطعات صعبة يعني الأم تخرجها من السادي. بعد الأيام الثلاثة في الأيام الثلاثة بعد ذلك بتكون كمية الحليب ابتدت تزيد. في بعد اليوم السابع بيكون إدرار الحليب في أقصى. حاجة بس بحب أأكد عليها أو زي ما بنسميها إحنا تيك هوم مسج أو الرسالة اللي أحب أوصلها للحضور، إن ملامسة الطفل لجسد أمه ورضاعه خلال الساعات الأولى بعد الولادة تقلل من وفيات الأطفال خلال الأشهر الأولى من العمر. الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الستة الأولى من العمر واستمرار الرضاعة الشهور الثانية من العمر مع الرضاعة التكميلية تقلل من احتمالات الوفاة لاحقا وتحسن من الصحة العامة للطفل. حبيت برضو أقدم مقارنة بين الحليب الصناعي والحليب الطبيعي. زي ما ذكرنا فوائد الحليب الطبيعي وأنه هو مباشرة من الأم إلى الطفل، أحب بس أفكر بالمراحل اللي مر بها تصنيع علبة حليب أو الحليب الصناعي. بتمر بمراحل عدة، وهي الحصول على المواد الخام، ثم التصنيع، ثم النقل، ثم الاستهلاك المنزلي، ثم المخلفات والنفايات. يعني بضطر إن أنا أستخدم عشان أزود من إنتاجي إن أنا أستخدم مبيدات الحليب أو الهرمونات، وتستخدم المبيدات والأسمدة في الزراعة، التلوث البيئي في استخدام المصانع، ثم تلوث الكرة الأرضية بالمخلفات اللي هي العبوات البلاستيكية وعبوات الحليب. فده كله أنا مش بس ببص للتأثير الآن الحالي، وأنا ببص للتأثير بعد فترة ما يحصل تلوث بيئي تماما. إن أنا بأضرب الطفل حاليا وبعدين يبقى فيه مردود آخر على الأجيال القادمة إن شاء الله. مقارنة الرضاعة الطبيعية بالرضاعة الصناعية، الرضاعة الصناعية مكونات الحليب دائما أبدا ثابتة وتعتمد فقط على طريقة تحضير الحليب الصناعي. إن كم مكيال الأم بتحطه على كمية الحليب بيحصل منه أخطاء كثيرة، ممكن يكون الحليب مركز فيضر الطفل ويحدث له صعوبة في الهضم، ويحدث له كذلك اضطرابات في مستويات الأملاح والمعادن، أو يكون مخفف زيادة عن اللزوم فيضر بالطفل كذلك فيحدث عنده سوء تغذية. أما سبحان الله الرضاعة الطبيعية فدائما أبدا حليب الأم على جميع يحتوي على جميع المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لنمو الطفل بصورة متناسقة حسب عمره ووزنه ومقدرته على الهضم والامتصاص، وهو يتغير يوميا لا بل كل ساعة حسب متطلبات الطفل. والدليل على ذلك أن مكونات الحليب الذي يدر للطفل الخبيث تكون محتويات البروتين في أعلى بكثير من الحليب العادي اللي هو الفولتر أو اللي نسميه الحليب للطفل كامل النمو. فسبحان
الحليب الطبيعي هبا عند الله سبحانه وتعالى، فهو مصمم خصيصا للنمو المخ الاطفال وزياده نسبه الذكاء، وده تحتوي على الاحماض الدمويه الاساسيه لنمو المخ اللي بنسميها احنا الاوميجا 3. اما الحليب الابقار فهو سبحان الله مخصص لنمو العضلات، ولذلك انا بتامل هذا العناد الارجل عيش لعيش للبقر يضاعف وزنه بعد الولاده بشهر واحد، فهو مخصص سبحان الله لنمو العضلات وليس لنمو المخ. فبيؤدي الى عند تناول الطفل حليب الابقار وهو مسميه الحليب الصناعي، يؤدي الى زياده الوزن، ودي ملحوظه اجدها كثيرا عند الامهات ان الحليب الصناعي بيزود يمكن الطفل، يعني هو بيزود وزن الطفل وهو يجعله يرضع لحدوث السمنة عند الأطفال أو اللي بنسميها الأوبيزيتي، تشايلد أوبيزيتي. الحليب الصناعي، لكن الحليب الصناعي هو ليس فقط يرتد على صحة الطفل ولكن أيضا على العائلة بأكملها، فهو حمل ثقيل على كاهل الأسرة لما ينفقه من أموال طائلة. مقارنة بنسبة الإصابة بالأمراض، أمراض الأطفال الذين يتناولون الحليب الصناعي أكثر عرضة لأمراض الحساسية والإكزيما بمعدل 7 أضعاف، أكثر عرضة لالتهابات الجهاز البولي بمعدل 5 أضعاف، أكثر عرضة لالتهابات القولون اللي هو داء كرونز والتهاب القولون التقرحي بمعدل 1.9، الإصابة بداء السكري للأطفال بمعدل 2.4، زيادة نسبة النزلات المعوية والإسهال بمعدل 3 أضعاف، زيادة نسبة الالتهاب بالقدم الوسطى بمعدل 2 أو 2.5، التهاب الحمى الشوكية هو بنسميه المفلس انفلونزا. كذلك زيادة نسبة الإصابة بداء الرئة والتهاب الجهاز التنفسي السفلي، إصابة بفيروس الجهاز التنفسي النخلوي أو الـ RSV بمعدل 4 أضعاف، تسمم الدم الوليدي بمعدل 2.5، وفاة الوليد المفاجئة أو بنسميها سودن إنفانت ديث سندروم. كذلك يؤثر أيضا على الارتباط النفسي والعاطفي بين الأم والمولود، حيث تحول القارورة بين الاتصال الجسدي والنفسي بين الأم والطفل، يكون هناك أقل ملامسة بين جسم الأم وجسم الطفل، أقل تواصل بين الأم والطفل عن طريق العين اللي بنسميه آي تو آي كونتاكت، لتغيير التغيرات الهرمونية الناتجة للأم أثناء الرضاعة تكون مفقودة تماما في حين رضاعة القارورة. ألخص المحاضرة اللي قدمتها في هذا القلب، مع هذه المواصفات الممتازة لحليب الأم لماذا يستبدل بالحليب الصناعي؟ أن تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وشكرا لكم. كيف تعتني الأم المرضعة بغذائها؟ ما هو نظام الغذاء الصحي للأم المرضعة؟ ما هي أكثر الأطعمة المفيدة للأم المرضعة؟ تجيبنا عن هذه الأسئلة دكتورة وفاء بن خضرة، استشارية التغذية السريرية بالمركز الطبي الدولي بعنوان غذاء الأم. الشخص العادي أو أكثر إذا كانت غير مرضعة،
فعشان احنا بنقول انا بالامهات بليز بمجرد ما تموت لك انا بدي اعمل دايت، لا بليز انه تتاخر شويه صغيره بس انتبه على نوعيه الغذاء اللي بتاكله. هلا مصادر السعرات الحراريه اللي بامكانك تاخذها من الغذاء الطبيعي مثل الحبوب الكامله ومنتجات الالبان قليله الدسم، اللحوم الخاليه من الدهون مثل عن السمك او الدجاج او اللحم الاحمر والخضروات والفواكه. يفضل انه اليوم تتناول الثلاث وجبات الرئيسيه بالاضافه لوجبات خفيفه بين مثل وجبه الافطار والغداء او وجبه الغداء والعشاء. زي ما قلنا المفروض يفضل انه ما تتبع اي نظام غذائي بقصد خفض الوزن لانه بيأثر سلبا على الحديد. والرضاعه اصلا يعني بتستهلك سعرات حراريه من جسم الام فبتساعد بشكل طبيعي على انه تخفض الوزن. هلا بامكانها طبعا بعد ما انتهاء من فتره الرضاعه إنه شوية شوية تخفف من كمية السعرات الحرارية اللي بتتناولها، بس يفضل تكون مدروسة مش بطريقة عشوائية، مش إنه مثلاً تبطل تتعشى نهائياً بقصد تخفيف الوزن ويكون لسه قبلها بالليل بتناول وجبات من زي ما عرفنا بيشتغل الجهاز. أثناء الرضاعة أو خلال الـ 24 ساعة يفضل إنك أنت تتناول كميات كافية من السوائل. دائما بنفضل إحنا الحليب أو اللبن. مش بعض الأحيان بنفضل العصيرات، مش دائما يكون فيها عصيرات، بالإضافة إلى تتناول كميات كافية من الماء. إحنا بنقول شوية تجنب العصيرات نتيجة السعرات الحرارية بس اللي بتكون زائدة في العصيرات. وطبعا زي ما حكينا انه تشمل بالوجبات الغذائيه تبعنا المجموعات اللي بتحتاجها من البروتينات والفيتامينات والمعادن. على التوصيات الغذائيه يفضل انه اذا بتشرب قهوه او شاي تخفف من شرب القهوه والشاي بقدر انه تكون فقط مجرد من كوب الى كوبين صغار في اليوم كله، لانه كلها بنتقل عن طريق الحليب للطفل وفيها طبعا هذا التفهيم. السكريات برضو انه تحاول تخفف قد ما بتقدر من السكر الابيض، او اذا كان محدود في شوكولاته او كيك بالحلويات، لانه عاليه بالسعرات الحراريه وبنفس الوقت فيها سكريات ما حتفيدها ولا حتفيد الطفل غير انه حتزيد فقط في الوزن. هلا هذه هون نتيجه كيف المجموعات الغذائيه بتقدر تقسمها للوالده. ففي عنا إذا بتلاحظوا اللي هو عامل الأحمر زي البلات زي الصحن، إنه كيف تحط مجموعة فيها سلطات، بعدين مجموعة لحوم، مجموعة الحبوب اللي هي زي مثلا الرز أو الخبز أو المعكرونة، لازم تضيف لها كمان قسم يكون فيه الفاكهة. في عنا تقسيمات إنه إذا كانت الأم ماشية على 2000 سعرة حرارية قديش تقريبا حتاخذ من الخضروات، فرضا 2.5 كوب من الخضروات او كوبين من الفاكهه بالنسبه ل 2000 سعره حراريه. هذا النظام مو فقط للام، هذا اللي حاطينه احنا لاي انسان، فبليز ما حدا يطلع على انه الام تمشي على 1000 سعره حراريه، لا هذا غلط، الام ما بتقدر تمشي على 1000 سعره حراريه، بس هي حاطينها بشكل عام ماخوذه من الادويه. هلا بشكل طبعا بيختلف من حامل من مرضعه لاخرى على حسب الطول والوزن. يفضل انه تحصل على من 6 ل 10 حصص من الحبوب. يكون اغلبها زي مثلا الخبز الاسمر، الرز الاسمر اذا بتقدر، او المعكرونه السمر. الحصه الواحده لما بنقول حصه اللي هي عباره عن شريحه من الخبز حق التوز، أو ربع رغيف أسمر، أو إذا كان صامولي تقريبا نص الصامولي أو أقل شوي من الصامولي، أقل من نص بشوي. الكوب من حبوب الإفطار إذا كانت قليلة، اللي هو الكورن فليكس إذا كانت قليلة بالسكر،
إذا كان عالي جدا بالسكر فحنعطينا نص أو تلت كوب على حسب قديش كمية السكر، لأن أغلب الكورن فليكس الموجود بالسوق للأسف عالي بالسكر. قبل حبوب الأفطار إذا هي حتعملها في البيت، يعني زي إيش؟ مثلا الأوتميل الشوفان، هذا إذا هي طبخته في البيت بإمكانها إنه تاخذ منه كوب. بالنسبة للرز أو المعكرونة تلت كوب، بس في الغالب لما هي بستعمل تلت كوب إحنا بنعطي لما بنقول من 6 إلى 10 حصص، فإحنا تلت كوب يعتبر حصة، ولكن في لها إضافات ثانية مو بس هذا اللي حتاخده. يعني كمان في عنا لازم تتناول الحليب 3 أكواب من الحليب أو اللبن وقليل البصل. المجموعات الغذائية الثانية عنا اللحوم، فيفضل من 6 إلى 7 حصص من اللحوم. مجموعات البروتينات اللي هي زي البيض والأشبان والسمك والدجاج واللحم الأحمر، هاي بنسميها كلها بروتينات. فهي عنا نقول من 6 إلى 7 حصص، هذه الحصص اللي موجودة عنا بيضة أو تلتقب من البقوليات أو معلقتين لبنة والجبن واللحوم. الخضروات زي ما حكينا قبل شوي المفروض تتناول كمية كافية من الخضروات، لأن كمية السعرات الحرارية غنية جدا بالفيتامينات، عشان هيك حاطين 3 أطباق على الأقل يوميا. الحصة الواحدة بتكون من كوب من السلطة أو من الخضار المطبوخة نفس الشيء. هلا الفواكه تتناول ما يعادل 2 كوب في اليوم، 2 كوب كل نص كوب يعادل حبة فاكهة. يعني إذا كانت واحدة عم تاخذ فروت سالاد من بير، يكون في بعض عصير كل نص كوب من الفروت من سلطة الفواكه هو عبارة عن حبة فاكهة. فيها تاخذ حبة تفاحة أو برتقال متوسط الحجم أو نص كوب من الفواكه المشكلة. أنا ما في عنا كمثال عشان مع الوضع كيف بتقدر تاكل. نفطر أنا مثلا بيضة مسلوقة، شريحتين توست أسمر، كوب حليب. هذا إفطار بسيطة، هذا ما هو إفطار على السعرات الحرارية. يعني إحنا أحيانا بنزيده على حسب احتياج الأم وحسب وزن الطفل. بعدين عنده حبة فاكهة، بعدين بيجي عندنا الغداء. الغداء قبل السلطة لازم يكون في عندي نوع من البروتين، إن كان دجاج أو سمك أو لحم حمراء، مع خضار، مع رز أو خبز أو معكرونة وكوب من اللبن. ترجع تاخذ وجبة خفيفة حبة فاكهة أو نص كوب من الفواكه المقطعة. بعدين العشاء برضه لازم يكون في عندنا بروتين مع شوية خضار أو سلطات، مع خبز أسمر وكوب من السلطة. وبإمكاننا تاخذ بعدين كوب لبن أو حليب قليل الدسم. هذه زي ما قلنا تختلف على حسب احتياج الأم وطولها ووزنها وقديش بتكون بملان. يعني في نساء تشتغل في البيت كتير، فغير المرأة اللي بتكون ما عم تبذل أي مجهود، فقط قاعدة عم تعتمد الطفل، فلازم لازم يكون في انتباه على قديش الأم المرضعة بتاخد. وأركز مرة ثانية على كمية المي، المي مهمة جدا جدا، وخاصة لما بتكون عم ترضع طفلة فتحس بالعطش، لازم تتناول مي أو أي نوع من الأشياء اللي ما يكون فيها كافيين عشان تساعد على بالإدرار الحليب ثانية بتسد عندها العطش. شكرا. هناك الكثير من المعتقدات الشعبية الخاطئة والشائعة بين الناس، تظل رأي المتخصصين في هذه الاعتقادات. فلنرحب بالأستاذة هدى صبحة وأستاذة ميسون شرف الدين، أخصائية أعشاب الرضاعة الطبيعية بالمركز الطبي الدولي. السلام عليكم. أنا أخصائية الرضاعة ميسون شرف الدين، حبينا نحكي اليوم عن اللي هو المعتقدات الخاطئة عند كثير من الأمهات.
بحقهم لأن إحنا دائماً من امرأة الأمهات في الحال، فبالتالي نلاقي كثير من المعتقدات أو البليف أو المشاكل الخاطئة اللي كثير من الأمهات بتعتقد إنه هي المسبب في رضاعة خاطئة أو ممكن تكون عائق للرضاعة. فلعجل ذلك حبينا إن إحنا نعمل منشن على كثير من النقاط اللي فعلياً بنتواجه معها في الأمهات، وننشر الأفكار السليمة والصحيحة اللي تعود على هذه الاعتقادات. ومن أهمها إن كثير من الأمهات دائماً في يقولوا إن حليبي لا يكفي. حقيقة ترد على هذه النقطة، نقول دائماً إنه كل رضعة الأم أكثر كل استحفزت إدرار عرق الهرمون عبر الكثير المسؤول عن الحليب من أجل أن الأم تحفز more production أو إنتاج أكثر للحليب الأبيض. مباشرة بعد الولادة نحفز ونشجع الأم على الرضاعة ونفعلها طبعا بيبي سكين تو سكين علشان إنه يبدأ البيبي بالرضاعة وتحفيز هرمون عبر الكثير، طيب وبالتالي نبدأ بإدرار كمية حليب أكثر وأكثر. علشان هيك دائما نقول للأم ما في داعي ابدا انك انت تدخلي اي رضعات صناعيه في البدايه من مباشره الام انها تربع وهو مور افكتر وبدون حليب باذن الله بطريقه احسن. ما في داعي ان كنا احنا عملنا منشن ان ما تعطي الام الرضاعه او الحلم الصناعيه عشان الطفل ما يتشوش بين بدايه رضاعه صناعيه وبين انه يرضع الام، والافضل انه ياخذ حلم الام تفاديا لاي مشاكل ممكن تواجه الام. كثير بالنسبة للرضاعة ليلا كثير من الأمهات بتحب إنه تجمع طول الليل ما تربع عشان الصبح بتلاقي إنه كمية تكون حليب أكثر. إحنا معلش هذا معتقد خاطئ بسبب إنه دائما بنقول للأم الرضاعة في الليل بنشجعها أكثر بسبب إنه هرمون الحليب قلة إنتاجه بتبدأ أكثر في وقت الليل، وعلشان الأم اللي ما بتردع في الليل لما بتصحى الصباح هتلاقي إنه صدرك فيه انبراج لأنه هو الاحتقار بسبب إنه تجمع الحليب طول ساعات الليل وبطل إنه البيبي إنه ياخده، فبالتالي أنت مش عم بتصب الصدر وبتدخلي في مشكلة إنه البيبي إنه الحليب يتحجر في صدرك ويقل كمية الحليب. لذلك نرجع ونقول كل ما رضع البيبي كل ساعتين مثلا كل ما قدر إنه يفضي الصدر ويجمع كمية حليب أكثر. بالنسبة لرضاعة الطوائع، وكثير من الولادات عندنا اللي هو أطفال الطوائع، الأم بتعتقد أيضا أن كمية الحليب لطفل طوائع مش كافي، فهي بتحب أن تغطي الحليب من برا. نرجع ونقول لا، دائما نحب أن الأم كل ما تربع أكثر حيدرك الحليب أكثر بنفس المبدأ الأول، وبالتالي حليب الأم يمكن يكون كافي لأكثر من طفلين أو ثلاث أطفال ما في أي مشاكل. تبدأ الأم تخزن الحليب وتشفط كمية حليب وتخزنه، بالتالي تقدر تربع هذا الطفل والطفل الثاني مثلا تقدر تربعه من الحليب اللي عندك له طمن. النحو الثاني على نفس المبدأ تكرار الرضعات يؤدي إلى إدرار كمية عالية من الحليب وبالتالي يزيد إنتاجه وبالتالي الأم بتكون هي المستفيدة بالنسبة لهذه الناحية. الرقم الآخر اللي هو الكثير من الأمهات بتقول أن طفلي لا يتشجع أو يتكرر حديثه. إحنا دائما نقول للأم أنت ما تحتاجي إنك تسمعي تكريع الطفل باعتقاد إذا البيبي ما تكرر معناته إنه الطفل لم يشبع. دائما نقول للأم لا، حليب الأم سهل الهضم، يحتاج خمس دقائق بس لتكريع الطفل بعد الرضاعة لأجل إنه بس إنه الطفل يرتاح ما يكون آخذ هواء، وإذا ما سمعت صوت التكريع ما في داعي. على عكس الحليب الصناعي إنه الطفل بتشجع بصوت جدا عالي بسبب أخذ كمية من الهواء عبر الرضاعة. خمس دقائق بعد الرضاعة كافية لأنه الطفل يتشجع أو حتى لو ما سمعت الصوت فهو هذا شيء طبيعي بعد الرضاعة. الرضاعة بعد العملية القيصرية أيضا كثير من الأمهات بيعتقدوا لأن الأم لما بتدخل عملية قيصرية بيكون طبعا إنستركشن من الطبيب إنه ما تكون آكلة بعد الساعة 12، بيعتقدوا الأمهات إنه
الحيض عند الأم في الثقة بعد الولادة. عادة نقول لهم عفوا لا هذا مشكلة مضبوط. كنا بدأ الطفل مباشرة في المسكن أو امتصاص من صدر الأم، فبالتالي بدأ تحفيز الحليب مباشرة بسبب الهرمون الدورة كتير وما إله علاقة في أن الأم بتاكل. الأكل أمام المساعد على إدرار الحليب ولكن ما مش في الأساس. وبالنسبة للجلسة كثير من الأمهات يعتقد بسبب أنها هي عاملة عملية قيصرية ما حتقدر أنها تجلس، إحنا برضو بنرجع للأم وبنقول لها ما في داعي للجلوس، إحنا بنقدر نعطيك عدة بوزيشن، نقدر نحط البيبي لابسة بطريقة سهلة وتساعدك من غير ما أنك أنت تقومي وتجلسي وتعاني بدون ما يأثر على مكان العملية. Thank you.
تحقيق خلفة بغرس حليفكم فإنه يكون فاسدا. وعلى الأمهات وهذا كثير نسمعها وأنه إن الحليب من خمسه بيكون فاسد ما بدك تستعمله. لا، نحن بدك نستعمله نقدر كأمهات عاملات إنه إحنا نستمر بالرضاعة وما نضحي أي نوع من أنواع الحليب الصناعي مع نفس عن الحلول بس عن أمهات هي عاملة ونرضى نعمل القسم بالدهون 12 ساعة معلش بس تبين يا بيبي كبير. بدنا نشكر على معنى موظف له قديش عمر بيبيك يا لا
4 شهور بالحب والتربط بين اثنين، خير تقدم لولدها، خير غذاء وخير طعام وافضله على الاطلاق. ولهذا كرم الله عز وجل الام خير تكريم، وهي تقدم دمها الطاهر للغالي الصغير، تطيبه بالحب والحنان والامل. فهل لهذه العلاقه اثر على الصحه النفسيه للام؟ يخبرنا عنها الاستاذه نبيله فوزي، مديره الخدمات الاجتماعيه بمركز الطب الدولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نبيل فوزي من قسم الخدمة الاجتماعية بمركز الطب الدولي. في أعراض أخرى زي فقدان الطاقة، عدم القدرة على النوم،
فقدان الشهية الشعور بالتعب بعد النوم التوتر والقلق الزائد والارتباك والخوف المفرط والتغيرات البدنية وفقدان الثقة. طبعا دم الإحياء من الحاجات اللي مع الأسف يكون تأثير على السيدة إن هي حسب نفسها إن هي تسمعها وتتلخبط وإنها ممكن توصل لمرحلة إنها ما تبقاش فاهم جزءها زي ما كانت قبل كده. من ضمن الحاجات المهمة جدا بعض الزوج للمرأة أو للزوجة في الفترة اللي بتكون فيها بعد الولادة لأنه بيكون لها عامل كبير بدعم الثقة بنفسها اللي هي بتبدأ تفتقدها في نفسها مع الأسف بعد فترة الولادة. طول فترة الحمل هي سعيدة بنفسها إنما في الفترة اللي ما بعد الولادة تبتدي تحس بإنه البطن ارتخت والشكل اختلف والدمعة اللي كانت بتلبسها طبعا اختلفت تماما وبالتالي بتبتدي تحس عندها تراجع حزن اكتئاب. الاكتئاب ما بعد الوضع هو عبارة عن اضطراب في المزاج يتمثل في التفكير السلبي والشعور بالخيبة والحزن والقنوط بخلاف حسي الأمومة فقد تتعزم هذه الحالة تستمر أكثر من شهر بعد الوضع وتعاني من الاضطراب ما يتراوح من 10-15% من النساء بعد الوضع وتفقد النساء المصابات المتعب الأشياء والعادات ويبدو من بعثها بالطبيعة في حالة وجود طفل جديد. من ضمن الحاجات اللي بتبين لنا الإحساس بالتعب برضه والإرهاق الشديد فقدان الأمل العجز تغيرات في الشهية التوتر وصعوبة التركيز وعدم القدرة على اتخاذ القرارات خفقان القلب الناقص الإحساس بالحذر والفزع أنا أعرفه من الأمهات كانت بتبقى مش قادرة تشيل ابنها لمدة 3 شهور إيديها مش قادرة تشيل الطفل طول ما هي بعيدة عن الطفل فهي طبيعية تماما بمجرد ما بتقرب منه تبتدي إيديها بتتخبى أو ما تقدرش ترفعه. نبات زار ورغبة في إزاء الطفل طبعا ده الحمد لله برضه مش متواجد عندنا وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر والملامس وصحة الطفل يا إما بتحمي الطفل يا إما بتكون مهووسة بنظافة الطفل والاهتمام بأكله وصف لا مريض لا بكي لا نظافته بتكون شوية سيئة. بيختلف اكتئابنا بعد الوضع من امرأة إلى أخرى من حيث الشدة وقد يستمر بعض النساء لمدة عدة شهور وبإمكان الأمهات اللواتي علينا من اكتئابنا بعد الوضع المعتدل الاعتناء بأطفالهم وممارسة حياتهم الطبيعية. ضمان ما بعد الوضع يمكن تعريف ضمان ما بعد الوضع بأنه أحد الاضطرابات الحادة والنادرة في نفس الوقت يعني الحمد لله ده ما بتصابش به سيدات كتير أنا أعتبر أنه يصيب امرأة واحدة من بين كل 1000 امرأة وتبدأ هذه الحالة خلال من 3-10 أيام الأولى إلى تفاقم فترة الولادة وتعاني المرأة من مصابة فيه بما نسميه بالانفصال عن الواقع وتحصل الوزن بسرعة من دون أي اتباع أي نظام أو كيمياء غذائية لا تستطيع النوم لفترة تتجاوز 48 ساعة تعاني من أمراض من الهلوسة والهلاوس ويمكن الطعن أن يدوم ما بعد الوضع هو أزمة صحية تتطلب تدخلا فوريا من قبل الطبيب. يعني احنا شفنا ان المعاني اللي قبل كده من مش اي تدخل الطبيب انما ده النوع الوحيد اللي بيكون له تدخل من الطبيب. بس بعد الاكتئاب ما بعد الحمل او الولاده زي ما قلنا الاختلاف بالنسبه للهرمونز انا ما بحبش ان انا ادخل في نواحي الطبيه من اخصائي اجتماعيه ما اقدرش ان ادخل في نواحي الطبيه انما يمكن دي المعلومات العامه اللي موجوده عندنا ان الاختلاف في الهرمون بعد الولاده بيكون عليه عامل لا باس بالنسبه للدخول حاله الاكتئاب. أنا مش حابب أن أعرض الإسباب كتير إنما من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للسيدة في حالة الحمل وبعد الوضع عشان تقدر ترد على رضاعة طبيعية إنها تدعم من الأهل مع شديد الأسف اللي بتعدي ببعض المشاكل اللي بتكون في فترة الحمل اللي بتضغط عليها زي ما مع الأسف برضه إنه هي حامل ولد ولا بنت أو فضل ولد مع إن هي حتحس نفسها إن اسمها حيبوز بخلافات اللي بتحصل ما بين الزوج وما بين الحمل كلها تضغط على السيدة مع شديد الأسف اللي قد توصلها إلى حد إنها ممكن توصل إلى الاكتئاب في حين إن إحنا إذا دعمناها الدعم المفروض إنه هو يكون في الفترة اللي فيها بعد الولادة كنا إن إحنا بنوجهها إنها تقرأ عن كيفية إن هي تتعامل مع الطفل إزاي كيفية إن هي تنزل تشتري المدون بتاع الطفل إن هي تحس بفرح الطفل من إعداد الغرفة حتى لو كان الطفل الثاني أو الثالث مجرد ما ان احنا بندعمها ده بيوصلنا ان هي ممكن تتخطى او تتعدى مرحله الاكتئاب اللي ممكن ان هي توصل لها بمنتهى السهوله اذا ما حاولنا ان احنا ندعمها. من اهم الحاجات اللي المفروض ان تعملها اي سيده ان هي تتكلم مع اي حد جنبيها لازم يكون في جنبيها حد تثق فيه
امرأة محترمة صديقة لينا، ومجرد تحس انها مخنوقة وهي ما عايزة تبكي وان في جواها حزن وانها مربوطة بسبب التعامل مع الطفل الجديد، او مش عارفة تتوافق ما بين الطفل الجديد والطفل القديم اللي موجود عندها الاولاني اللي ممكن يكون غيران من الطفل الاولاني الجديد، ممكن يكون محتاجة ان هي تدعم نفس الطفل الاول قبل ما تدعم الطفل الجديد. بتكون النتيجة انه بيحصل لها برضه نوع من انواع التراجع. هي محتاجة في الفترة دي دعم الزوج أكثر من دعم أي أحد تاني لأنه عليها عامل كبير. مش عايزة أقول مع الأسف إن ده يعني ما هواش موضح، عشان كده دايما بتمنى إنه في المحاضرات اللي بنديها باستمرار حضور الزوج مع الزوجة وخاصة الشباب، يمكن لأنهم حياتهم أصعب وإنهم محتاجين إنهم يعرفوا أكثر إن دعم الزوج مهم جدا. طالما إن السيدة قدرت إن هي توصل بحياتها النفسية إلى الحالة المستقرة، إن شاء الله بتقدر تبقى رضاعة طبيعية، إن شاء الله بتقدر إن هي تدي الطفل الحب والحنان اللي المفروض إن هي تتمنوا من غير ما يكون في عندها ارتباك في حياتها. المساعدة الطبية والعلاج في الأغلب بتكون للحالة اللي هي الأخرانية اللي إحنا اتكلمنا عنها، اللي هي بيكون فيها إن بتحصل كل 1000 سيدة بتكون سيدة واحدة بس، ودي لازم برضه بيكون للزوج وللأم والطيب المحيطة بالسيدة عين بالموضوع، علشان من خلال ملاحظتهم ليها يقدر ان هم يعرفوا ايه الوضع الحزن بالتغيرات اللي بتحدث فيها، عشان يبان الحضانه قبل ما توصل الى المراحل الكبيره اللي ممكن تاذي نفسها فيها او تاذي الطفل. طرق العلاج بتنقسم لقسمين، المعالجه المعرفيه ان هي لازم السيده بتعرف ايه هو الاكتئاب وبتدخل بتفهم ايه هو معناه ودي الاختلافات وكيف تقدر ان هي تطلع منه وايه الاساليب اللي تقدر ان هي تعدي بيها. الأسباب الأساليب للمعالجة النفسية والاجتماعية ففي الأغلب إنها بتكون بنعرف إن في اضطراب المزاج وفي بتكون نتيجة لاختلافات أو العلاقات السلبية أو الاجتماعية اللي ممكن يكون فيها اضطراب، سواء إذا كانت مع زوجها أو سواء إذا كانت مع البيت المحيطة بها. بالعقاقير اللي ممكن تكون مضادة للاكتئاب دي برضه نواحي طبية يمكن أنا مش حابب إن أنا أتطرق ليها كتير، إنما بتكون راجعة أكثر للدكتور على حسب ما بيقدر يشوف ووزن حالة الحالة، الحالة بتكون محتاجة تيبسات. دور الزوج مهم جدا، اللي يقدر نقول زي ما هو مكتوب حبل السلامة بالنسبة للزوجة اللي ممكن تعاني من الاكتئاب. الزوجة بتكون محتاجة تحس بنفسها إنها متغيرة، تشوف مزاج الزوج، بتكون محتاجة إنها تحس إنها أسرة، وبالتالي عليها هو كمان جزء من المسؤولية. لأنه هي ما كانتش الطفل ده لوحدها، هو كمان مسؤول. دور الأب بالنسبة للطفل ودعمه ليها هيكون ليها عامل كبير جدا لما هي تقدر تتخطى وتعدي مرحلة الاكتئاب اللي ممكن هي توصل ليها. الفرق بين أعراض الاكتئاب والأعراض الرئيسية طبعا بتكون فيها اختلاف كبير. ما بعد الولادة مشابهة لأعراض أي اكتئاب آخر، وإنما دي ما بتاخدش نفس الفترات اللي ممكن بتاخد هي. زي ما قلنا في البداية إن فترات الاكتئاب اللي هي ما لا تتحكم مع اضطراب الأدوية. أعراض اكتئاب ما بعد الولادة: شعور بالحزن والانزعاج، باليأس، البكاء بكثرة، شعور بعدم القيمة، تذبذب المزاج، الشعور بتأنيب الضمير، فقدان الاهتمام، في الطموح، فقدان الشعور بالمتعة، الشعور بالقلق والذعر، سرعة الغضب، عدم الشعور بالطريقة التي يجب عليه، والشعور باتجاه الطفل. ما تبقاش حاسة إنها فرحانة إن هي في طفل جديد معانا وإن هي حابة إن هي تاخد أصحابها. الأعراض الجسدية: الشعور بعدم القوة والإرهاق، اضطرابات النوم، البطء أو السرعة الزائدة، فقدان الاهتمام بالعلاقة الجنسية، تغيرات في الشمية، بالأفكار. عندما يكون الناس في حالة اكتئاب يصبحون الخبراء في التفكير بالسلبي، زي ما بنقول بيشوفوا الجانب الفاضي من الكاسة. قدرة قليلة على التركيز، عدم القدرة على اتخاذ أي قرارات، أفكار مشوشة وغير منظمة. تجنب الناس تصرفات، تجنب الناس عدم الخروج للمنزل، عدم القيام بأشياء كنت متعود إنها تستمتع بيها، عدم القيام بالواجبات اليومية، رفض القيام بنفس القرارات، والخلافات الكثيرة، والصراخ، وفقدان القدرة على التحكم، بالطبع طبعا التركيز. النساء اللي بيكون عددهم فيه خطر أكبر هما بيكون يمنعوا وضع الطفل بسبب اكتئاب ما بعد الولادة، إلا أن هناك بعض العوامل التي تعني إنك معرضة بسهولة أكثر بسبب اكتئاب ما بعد الولادة. إذا كنت قبل أصبت باكتئاب في الماضي فقد تكون معرضة أكثر. إذا كانت الولادة في غاية الصعوبة لكن أصابتك بصدمة، إذا كان لديك صعوبات في حياتك الزوجية، إذا كنت تمرين بظروف صعبة في حياتك
إذا كنت تعيشين في عزلة مفصلة بتواصل القاعدة التانية اللي يمكن إنهم يساعدوك يوقتك حتى إنه عنده كبير في المساعدة. الحالات اللي بتكون أقل انتشاراً للحزن الحاسي بتكون اللي يلزمنا من بعد الولادة أقل أنواع اكتئاب الانتشار دون نتيجة للإحصائيات الطبية اللي مكتوبة. الناس من سيدة الأكثر إصابة في الموضوع ده إنهم هم يوما بيكون عندهم مستوى المؤمنات في اختلافات كل من يكونوا بيعدوا بمشاكل كبيرة بعض أو قبل ما يعدي الولادة. يوجد عدد من النصائح المفروض إن إحنا نعملها تخرجي مع زوجك وأصدقائك للسنتين بوقتك والحفاظ على الحياة. تحدثي مع زوجك وأهلك وأصدقائك حول ما تشعرين لازم توقفي اللي حواليك أنت حاسة به. مارسي الرياضة بشكل منتظم. حاولي تبعدي عن قوام التدريبات المهم. حاولي استخدام تقنيات إدارة الضغط زي اليوغا والتمارين للاسترخاء وممارسة إدارة الضغط. شكرا. والله ليس له مثيل وهل عطاء ربك من شبيه فهبي نحو طفلك نشاط ولا تستنكري ان ترضعيه ومهما سمعت عن حليب صناعي فلا تصغي لهم او تقبليه حليب الام فطري نقي وغني يحث عليه ذو الراي الوجيه وكوني يا اختاه في يقين بما أعطاك ربك فاقبليه. طبعاً نحن الأمس كانت عندنا عبارة عن جزء أول تسعنا بحجزي عبارات الشكر والتخبير بضيوفنا الكرام بتشريفنا وحسن الاستماع. كما نشكر أساتذتنا الأفاضل من أطباء وأخصائيين الذين أفاضوا علينا من غزير علمية وساهموا في إنجاح هذه الأمس. وكما نتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى إدارة المركز الطبي الدولي للتعويض المتواصل ودورنا الفعال في خدمة وتثقيف المجتمع دائما. أما الجزء الثاني سيكون عبارة عن حلقات وحوار مفتوح. طبعا يكون عصر البداية الأولى للأسئلة العامة. وبالتالي لدي البداية سيكون حوار مفتوح وتواصل مباشر مع الأساتذة. Thank you.
خاف لازم وزن البيبي، وبنفس الوقت ما فينا يستمر فيه ما حتى يضل ياخذ الرضاعه الصناعي، فاحنا بنستعمل شيء زي ما تقولي وسطي، اللي هو في عندنا شيء بصيدليه بنحط في الرحبه عباره عن عضوه وعين عضوه فيها تيوب صغير ينوصل مع صدر الام. الطفل بيبدا ياخذ الحليب الصناعي لحد ما يقدر يفطمه عن بحب هاي العضوة ويعمل نص على صدر الأم، فبالتالي أنا هيك بضمن إنه الطفل ياخذ وجباته رضعته وبنفس الوقت ياخذ من الصدر حتى يرجع يحفز الصدر مرة ثانية لين ما نوقف، يعني نحس إنه رجع إنتاج الحليب بغزارة، فبنوقف الرضاعة الصناعي ونستمر فقط على الرضاعة الطبيعية. بهذا الحالة بمنا إنه إحنا نضمن إنتاج الحليب. نقطة ثانية، قلت إنه بيبي ما ينزل وزنه ويصير عنده مشاكل. نقطة ثالثة، قلت إنه أنا خففت الحليب الصناعي ممكن البيبي ما أخذ الرضاعة الصناعية من البدونات، لأنه يعني بيبي كل ما أنت أعطيتي البدونة رح يطلع فيها أكثر طريقة سهلة بالنسبة له. فهون دائما الناس إحنا نقول لهم حليب ما يكفي، حليب ما يكفي، إنها لا تعطي رضاعة صناعي، لا تقدمي رضاعة صناعية. إذا اضطريتي ممكن تعطي بيبيك بالكوب أو تعطي بيبيك بالسكينج لا أو بأي شيء. فالتركي إذا بتحبي تثبنا بعد نحط الموجود لا نحن عم نحكي عنه. أوكي، أهلا وسهلا فيك. بالنسبة للكتاب أنا أستاذ مدينة لما ننزل منطقة الكتاب في عقابة الكلوية لما ننزل لناس الطبيعي بالهذه مثل مثلا فتية الفلاح وفتية الناس ونبعد عن الطاعة مثلا المقصد الاكتئاب ولما نرى لما نتعب بالأمر هذا اليوم الخمس لما تكون طريقة للمقاطع لكن عندي اهتمام معين في العادة النفسية عند الكبار والصغار خاصة الأطفال والأطفال. لا شك أن المعالجة النفسية للاكتئاب تبدأ بالأسرة وتبدأ بالمحيط وتبدأ بمثل ما قالت بموضوع الاستعداد. أنا حبيت أن كمان أذكر أنه احنا في المستشفى في عندنا عيادات خاصة بقسم التدريب اللي بتكون كائنة عليها أخصائيات الرضاعة مثلا في دولة رسمية في مجالات ومحاضرات دولية للأمهات الحوامل لتحضيرهم نفسيا لموضوع الولادة، موضوع الحمل والولادة اللي يتوقع بعد الولادة من أمور لها علاقة بالطفل ولها علاقة بالمرأة. فطبعا ما في شك المعالجة النفسية القائمة بشكل رئيسي على الدعم والسبورت اللي هو من محيط الشخص. الأبية تأتي بالدرجة الثانية ما تأتي بالدرجة الأولى، لأنه الأبية عبارة عن إفطار فين تكون مساعدة، وما في شك أن موضوع الأبية يبدأ معالجة نوعية الإنسان مصاب بالاكتئاب لازم تكون عن طريق الطبيب النفسي وليس الطبيب العام، يعني لا طبيب الأطفال ولا طبيب التوليد ولا أخصائي التربية. وبالتالي موضوع الفطار حياتك اللي هو التخلص من الأبية ما في شكوى موضوع مهم جدا، وبالتالي ايضا موضوع اختيار الادويه لانه في امر اخر هو اختيار الادويه التي لا تضر الطفل. يعني الام المرضعه ايضا يجب ان تنتبه ما تاخذ ادويه هل هي ممكن تنتقل عن طريق الحليب وتؤثر على الطفل. في ادويه مسموحه بس في كثير من ادويه ممنوعه، وكثير من هذه الادويه اللي ممكن تؤثر على الجهاز العصبي ادويه الاكتئاب. سؤال يا استاذ هدى، انه انا كان عندي انا قبل كده من الكبير كنت ارضع بس كان نبكي كتير كانه مو شبعان، فكان يقول لي حرام اشيل له حليب صناعي عشان شويه يشبع. فلما بدات ادخل الحليب الصناعي صار يرفض صدري وفطم حاله لحاله. المره هذه ناوي ان انا ما بدخل الحليب الصناعي بس لقيت كده بدخل لحاله وصار من بيني فعلا انه ما بيشبع عشان كده. شوفي احنا بنرجع هون نبدا من البدايه، هل كانت البدايه بالمستشفى صحيحه ولا لا؟
إذا كانت البداية بالمستشفى أن البيبي أخذ هذه الرضاعة وداره هذا الشيء بخير الطفل يستمر بالرضاعة بعد ما تخرج على البيت. أهم سبب بخير الطفل يتعلق بالرضاعة هي المستشفى. يعني إحنا ما من اليوم وإنما من اليوم تطبيقاتنا الفاتحة بالمستشفى. فعشان تنجحي لازم تبدي بالرضاعة من البداية زي ما كلمتنا الدكتورة أسماء كيف أن ساعات المعدة حتى تتناسب مع إنتاج الحليب. أنا إذا أعطيت البيبي ببراني رضاعة بالمستشفى أنا تغصب عن الوسط ساعات المعدة بنفس الوقت اللي أنت ما عم بتربي فبالتالي ما عم بتزيد إنتاج الحليب. فأنت بعد يومين لما تخرجي على البيت رح يكون إنتاج الحليب لسه ضعيف. يوم تنتج أول يوم 70-80 ملي، ثاني يوم بيتضاعف إذا رضعت البيبي. ولكن إذا أنت ما رضعت البيبي والبيبي عم ياخذ البيبروني أو الحليب الصناعي فبالتالي رح يضل إنتاج الحليب ثاني يوم أو ثالث يوم زي أول يوم ما تنتج. فبالتالي الطفل لما تخرجي على البيت رح بتلاقي إنه الطفل بقبل الرضاعة وبده بشفاء قد مش عم بيلاقي عندك. عشان هيك حتى تنجحي لازم تبدي من المستشفى فورا الوضع خلال الساعة الأولى ما تعطي رضاعة بالمعدة على سبيل تماما. وبعد ما تخرجي أنت ما حطيتي على الطريق ما فرجتي الطريق من هو الغلط من هو الرضاعة فكي بده يعرف إنه في إشي غلط. فإحنا نبدا نعطي مباشرة رضاعة طبيعية وما نعطي أي رضاعة أنا متأكد حيزيد شفت الحليب في كثير من الأمهات ما يسألوني قبل إنه كيف حتى لو حطينا الحليب الأم نفسه في بطن اللي هي رضاعة كيف ممكن إنه بيري برضو ما يتعود عليه. حقيقة نحن بنقول إنه حاليا صار في عنا اللي هم عند رضاعة اللي بعد ما بمص البيبي بتنزل الحليب. إذا البيبي مش عم بمص الحلمة الرضاعة هذه معناته مش عم ينزل الحليب اللي هي الميكانيزم نفسها بتاعت صدر الأم. عشان هيك بنشجع الأمهات إنهم يستعملوها. فبالتالي بيبعد البيبي كونفيوز بطل البيبي متشوش ما بين الحلمة الصناعية وحلمة الأم لأن الاثنين بيشتغلوا على نفس التأثير نفس اللفة والله. أنا إحنا موجود عنا في صيدلية الـ IMC وسمعت برضو إنه في سنتر بوينت وهي الأماكن برضو بيكونوا موجودين بس إحنا حتى نسأل عنه. إحنا دايما بنشرح إنه الحلمة اللي بتنزل الحليب لما البيبي بنص فقط يعني في رضاعات من ناحية من الأولى يعني لازم تلوان ما في داعي بس هي أهم شيء إنك ما تدخلي الحليب الصناعي أبدا من المستشفى حتى لو كنت تعبانة حتى لو حسيتي بيبيك بيبكي. نقطة ثانية دائما إحنا بنقول إنها للأمهات بنقول الأم ما بتفرق ما بين بقاء الطفل المغص ما بين بقاء الطفل الجوع لأن الطفل بيكون جوعان بنفس الوقت بيكون عنده نقص غازات فهو لأنه ما بيبعت النقص الغازات ما بيكتفي فبيكون جوعان مع النقص الغازات مش قادر يكفي حاله بالرضاعة. فعشان هيك إحنا ما نقول إنه حليبك قليل فمعلش بدنا نكون صبورين مع الطفل نحط بوضعية معينة نعمل مساج على البطن حتى الريح نرجع نحطه على الصدر رح تلاقي طفلك هدي وصار أحسن يتقبل صدرك أكثر. نقطة ثالثة كثير إحنا نركز عليها اللي هي إنه زي ما ذكرت الناس اللي حواليك الأوكسيتوسن اللي بيضخ الحليب لفم البيبي هو عبارة عن هرمون نسميه هرمون العاطفة. هذا هرمون العاطفة إذا اللي هو إحنا نقول له ما بخ أو إيجكت هرمون أحيانا إذا الأم بتتشوش والناس حواليها بنقول له ما عندك حليب حليبك ما بكفي باليوم هو بصير بدل ما هو إيجكت بيعمل بصير ريجكت يعني بدل ما يضخ الحليب لفم البيبي بيرجع لجوا فبالتالي الأم بتشعر بانتفاخ في صدرها لكن الحليب مش عم ينزل البيبي. فعشان هيك كانوا دائما زمان أمهاتنا يقولوا لنا لا تخبروا الأم المرضعة خبر سيء علشان بيهرب حليبها أو بيهرب حليبها وهي مقولة صحيحة علمية إنه الأكسيتوسن فعلا يتأثر بنفسية الأم. فعلشان هيك مهم جدا إنه إحنا دائما الدعم النفسي مهم جدا تدعمي نفسك تثقي بنفسك أولا هذه هي البداية. عشان هيك لازم تثقي بنفسك لازم تجلسي بفترة الحمل لازم فترة الولادة إنك تستمري على الرضاعة الطبيعية الثقة 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 هي الأساس. أنا سؤالي دكتور بالنسبة للحليب لما بنحكي في الرضاعة يعني بدي أعرف كم ساعة إذا أنت ذكرتي 6 ساعات طيب الأطفال اللي قبل 10
بسم الله الرحمن الرحيم.
Thank you.
الحياتية الخاصة يعني طبعا يعني المحاضرة هاي سمعتوها أيضا كانت تبث في المستشفى كلها كانت في بعض الأمهات الموجودين في المستشفى في كل الدول التونية كمان عم يستمعوا حيكون في تواصل بإذن الله معكم عن طريق الأرقام أو أرقام الهواتف إس إم إس إيميلات وطبعا في عن طريق التويتر والفيسبوك كمان ننشر معلومات فبيسعدنا جدا نسمع منكم تعليقكم عن الأمسية اليوم إضافات أحببتم نضيفها أسئلة ودتم أن تطرحوها لكن ما أحد يطرحها في العالم أو أحببتم أن يكون في معلومات إضافية المستشفى الآن مثل ما حكينا في تنسيق بين مركز صحة الطفل ومركز صحة المرأة لتشجيع النظاء الطبيعي فأصبح عندنا أخصائيات نظاء طبيعية متواجدين تقريبا يعني أثناء النظاء طول الوقت موجودين بيزوروا الأمهات الحضانة والأمهات في العيادات والأمهات بعد ما بعد الولادة يمروا عليهم يساعدوهم في هناك ندوات دورية بشكل أسبوعي بنظر مركز صحة المرأة اللي يسموها مع طبيب الولادة اللي هي دورات تثقيفية للأمهات فممكن أم الحامل بتكون لها زيارة بحيث إنه في بعض الأحصنة ممكن تكون تخطر على بعض الأوضاع النفسية مثل ما تكلمنا قبل وبعد الولادة أيضا في الأخصائيات المضاعفة بيمروا عليهم في أسنان الجنوب المستشفى قسم الأطفال يعتني أيضا بشكل خاص بموضوع الرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل في الحضانة وحتى الشهور والسنوات الأولى من عمره من خلال التثقيف